هي آخر الترتيبات لفرقتهم عشارة قبل ملاقاة الجمهور الذي حج بكثرة إلى هذا الفضاء العمومي لمتابعة رقصات وحكايات أفراد فرقة معشارة بلباسها المتنوع المجسد لظواهر اجتماعية متعددة. دراري هاد الشباب هما داكشي كيجيو من لو فون ديالهم باو غير يوصلوا، كل واحد كيوصل ميساج على حساب اللبسه اللي كيلبس وعلى حساب داك الماسك اللي كيدير وعلى حساب ديك الشخصيه اللي كيمثل في ام 10. والناس كيتوارثوا هاد الشيء من دوك الناس القدام وباقيين غاديين فيه. كيعبر ايفيس، انا هذا هو اللي كيخرج الى كان ام 10، هو اللي كيجري عليهم الى خرجوا، كيقول لهم سيروا خرجوا، راه ايفيس جا باش يدخلوا باش يكون واضحين ديالكم. انا ديما كنشارك، تقول دابا تقريبا 6 سنين هادي وانا كنشارك في هادي معشر وكيعجبوني وجيت كندوز فيها الوقت ديالي. وتروم هذه الدورة التي تدخل نسختها الخامسة الحفاظ على صور ثقافية وفرجوية متجذرة في أوساط ساكنة مدينة تيزنيت. إيم عشر اللي هي واحد الظاهرة متجذرة في التاريخ الأمازيغي منذ قرون عديدة. حاولنا ما أمكن باش نرجعوا هاد الفرجة ديال إيم عشر كما كانت قبل، حيت هذه تقريبا منذ السبعينات، من تقريبا لوديبي ديال السبعينات، وداك الشيء بدا مشى كينتظر. منظم هذه التظاهرة التي تستمر إلى الخامس من هذا الشهر حريص كذلك على تخصيص فقرات للأطفال وتنظيم معرض للمنتوجات المحلية شاركت فيه حوالي 30 تعاونية، والهدف إبراز العلاقة الوطيدة التي تربط التراث بالتنمية.